السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو جديد على قناتكم قناة ماليك جرماني. ناس بكري يقول لك اللي يطلع لوروب يدير دراهم يدير كوارت، مالوريزمون الايامات الاخرين هذه ولا العوام الاخرين هذو خرجت فئه جديده راهي تطلع لوروب مساكن ما راهم يديروا كوارت ما راهم يديروا دراهم. اول حاجه خاوتي هي حاجه تاع ربي، وشنو كاين بزاف حوايج اللي كيما نقولوا حنايا اللي غلطوا فيهم لي جان ديالنا ولا اللي ما لازمش يديروهم يديروهم ولا اللي لازم يديروهم ما يديروهمش، اللي تخلي الواحد ما يدير لا دراهم لا كوارت في اوروبا، وراح نحكيوا عليهم في هذا الموضوع اليوم بعد هذا الفاصل القصير ان شاء الله. رجعنا لكم خاوتي. بون كيما قلنا هي حاجه تاع ربي سبحانه عز وجل، بزاف ناس يعني دارت المجهود ديالها وما غلطت في حتى حاجه، وشنو تطلع لوروب ما دير لا دراهم لا كوارت. اليوم راح نحكيو على لي زيكزامبل اللي باينين اللي كيما نقولوا الانسان ما لازمش يغلط فيهم. واول حاجه نبدا بها خاوتي واكبر غلطه راه يديرها كاع لي جان اللي طلع لوروب، وسقسوا اي واحد يقول لكم عليها، اللي تخليك ما دير دراهم ما دير كوارت في اوروبا هي كثره التنقل من بلاد لبلاد. كاين بزاف لي جون يجو يريح في الالمان 6 شهور 7 شهور يقول لك الالمان ما عطاتليش انا نبدل، يروح لبلجيكا يريح 6 شهور 7 شهور عام عام ونص يقول لك ما عجبتنيش يعاود يرجع لفرنسا. هاد الناس خاوتي راح يضيع 5 سنين ربع سنين من حياته هو من بلاد لبلاد، ويستنى في هذيك البلاد شغل يستنى حاجه تصرا هكا، يريح 5 شهور 6 شهور يجي واحد يعطي له كوارت لا يعطي له دراهم. دونك خاوتي من البلاد كي نكون جاي لازم نديسيدي البلاد اللي راني حاب نعيش فيها، وهذيك البلاد اللي راك راح تخيرها نخيرها على اساس كاين حوايج دي غيغل هكا نخير عليهم البلاد. كاين بزاف عباد يقول لك تحب تتغرب تاع الصح فرنسا فرنسا تردك راجل. حنايا خاوتي حنا تزيريه راه متغربين في الجزائر، هذيك تاع يجي لوروب باش يعيش في بلاد صعيبه باش ترجعوا كيما نقولوا لي تغربه، هذيك تزيريه ما يحتاجوهاش. حنا نحتاجوا بلاد اللي فيها الخدمه بلاد اللي فيها دراهم. دونك ما تخيرش البلاد اللي راك راح تعيش فيها. دونك زعما خاطر بزاف عباد اللي عايش كيما نقولوا في اسبانيا يقول لك اسبانيا صح غربه، اروح لاسبانيا تتغرب تاع الصح وصعيبه. حنا ما نحوسوا على بلاد اللي انت تروح تعيش فيها لا خطراش صعيبه، احنا ماذا بينا كي تخير بلاد خير بلاد اللي سهله، معليش خير بلاد اللي هما يعطوك دراهم، وما تخيرش بلاد اللي صعيبه بس كتزيريه رباهم العسكر ورباتهم كما نقولوا بزاف صوالح اللي ما يحتاج باش يجي لوروب باش يرجع راجل. هذه النقطه الاولى خاوتي. دونك كي نجي لوروب نخير بلاد اللي راني حاب نعيش فيها ونروح ليها ديريكت ونصبر في هذيك البلاد. ثاني حاجه خاوتي اللي تخلي الناس ما تدير لا كوارت لا دراهم في اوروب هي اللغه. اللغه خاوتي نتايا انسان كيفك كيف اي بشر في العالم خاوتي، كاينه حاجه لازم تفهموها مليح مليح سورتو خاوتي اللي راكم في اوروب، ما كاش انسان ما يقدرش يتعلم لغه معينه. بزاف عباد يقول لك انا الالمانيه ما حبش تدخل لي في راسي، لا دخلت هذا التفكير في راسك الالمانيه صح ما راش تدخل لك في راسك، كي راسك كي راس بنادم واحد اخر. فرق خفيف خاوتي انه كاين ناس يتعلموا اللغه في 6 شهور 5 شهور انت تتعلمها، الا كان راسك ثقيل وعمرك ما دخلت للمدرسه وعمرك ما ضربك معلم راح تتعلمها في 7 شهور 8 شهور عام. بصح ما كانش عقل بشري ما يتقبلش لغه معينه. كاين ناس تعلمت الشينويه خاوتي، دونك اللغه تاع البلاد اللي راني حاب نعيش فيها نتمحن كيفاش نتعلمها. واول حاجه ننصحكم بها خاوتي اللغه في اولها دائما تكون صعيبه في الاول ديالها، الى ديباسيت هذيك المرحله وين تكون اللغه تشوكيك صعيبه لو وصلت للدوزيام نيفو صاي راك راح تولي تتعلم وتتعلم وتتعلم، يعني ما كاش اللي يقدر يحبسك وراح تولي تهدر اللغه هذيك بيرفكت. دونك خاوتي اللغه اهم حاجه خصك اللي كما نقولوا تكون سلاحك في الخدمه، في لك حل هنا الخدمه في لك حل في الالمان كاينه خاوتي، وشنو باش ما يحرطوش عليك. كاين خدمه في لك حل في الدومان تاع سيكوريتي، كاين عباد يخدم بالقمجه والكرافاته في لك حل، واللي ما يقراش اللغه راح ما يلقاش اول حاجه خدمه في لك حل بيسك بزاف دوماني دومونديو الخدمه، وكي يلقى يلقى غير كما يقول لك المغاربه تاع تماره، يعني راك راح توصل طباصه راك راح تخدم في الشونطي راك راح تخدم خدمه اللي يعني حاشاكم شغل حيوان بس انت ما تعرفش تهضر راح يديروك في خدمه اللي ما يحق حتى واحد يهضر معك، يعني انت ماشينا اغسل وكسر وريح عقل. دونك خاوتي اللغه من اهم الاشياء اللي لازم الواحد تكون عنده في حياته باش يتعرف على بنت يتزوج بها ولا باي حاجه دوموندي اللغه في الاوروب. ثالث حاجه خاوتي الاصدقاء، نعرف كيفاش نخير صحابي. هنايا في الاوروب بزاف عباد يغلطوا هذه الغلطه،
يا اما ما يدورش كاع مع ولاد بلادو، يا اما يدور معاهم كلي ما جاش لوروب. صحابو حميده وقدور وعبد القادر ويلعبوا الدومين ويتلاقاو في القهوه من 8 ل 12 تاع الليل، يا اما تلقاه يجبد روحو كاع على الجزائريه والمغاربه والتوانسه وما يهضر مع حتى واحد. نخلي روحي في النص. كون ما تهدرش مع خاوتك ولاد بلادك ولاد حومتك وهادو ما راكش راح تخدم فيه لك حل. هادي باش نوصيكم عليها مليح مليح. دونك نعرف كيفاش نريح في الوسط هاد الناس، نغاردي الكونتاكت معاهم، نقصر معاهم بالقدر، يعني نتلاقاو خفيف ظريف خطره في السمانه، خطره في 3 ايام في 4 ايام، غير على جال باش كيما نقولوا كي تكون خدمه ولا يعيط ليك، كي تكون حاجه تاع بزنيزه كيما نقولوا حاجه نشريها عليه نعاود لها البيع عفسه هكا. دونك نخلي ان بون كونتاكت مع الناس، ما نجبدش روحي كاع على الناس. وسي ميو الا شت روحك انت يا انسان لو كان تبدا تخالط في العباد راح تندمج معاهم بزاف وتروح فيها معاهم، اجبد روحك. كي نديرو مقارنه خاوتي بين الناس اللي تعلمت اللغه واللي ما تعلمتش اللغه، هذاك اللي تعلم اللغه راح تلقاه يحكي لك على غربته يقول لك كنت مصاحب مع المان، صحابي كانوا تزيريه يهضروا غير الالمانيه. كاين بزاف ناس هنايا يدور مع ولاد بلادو، وشنو ولاد بلادو هذوك ما يعرفوش العربيه، ما يعرفوش العربيه. انا عندي صاحبي تونسي ندور معاه، ماشي نزوخلك بصح انا نهضر معاه المانيه، باسكو هو ما يعرفش يهضر العربيه. دونك حنايا كنكونوا ندورو كيف كيف راني نهضر معاه المانيه. وهذه هي الحاجه اللي نشجع بها خاوتي اللي يجي لهنايا سي صاحب عباد لي يتربح منه خدمة يتربح منه لغة. كاين ناس لي كونتاكت ديالو برك تتزوج بيهم، باسكو علاش؟ واحد كيجيك هكا يعرف بنات، هذه تجي مع صاحبتها، هذه تجي مع خوتها. دونك خاوتي كاين انت تعرف الدومين اللي تدور فيه، تعرف الناس اللي تخيرهم باش كيما نقولوا حنايا تنجح في غربتك. الحاجة خوتي الأخرى اللي راح نحكي عليها، عمرك وعمرك وعمرك لا تبازي تبدأ تبعت للبلاد في أول شهر شهرين ثلاث شهور ليك في الغربة. كاين بزاف ناس خوتي والله يهدي لي فامي دياولهم، كاين ناس ماناش نحكو على لوكا تاع الناس اللي كيما نقولوا حنايا دارهم محتاجين، يعني لازم يبعت لهم باش يصرفوا. كاين ناس هو متغرب، هو حاصل في روحه وخاوته في البلاد دايرين له لابريسيون، لازم يبعث لهم كل شهر صبابط جدد، حوايج جدد، دراهم جدد. هذا راه دار غلطه كبيره في حياته، سورتو لا كانوا دارهم ماشي محتاجين. اول حاجه خويا العزيز، الا انت الخدمه هذه راك تخدم فيها، خبي دراهمك، خبي دراهمك، باسكو الدراهم هذو مال الخدمه في اوروب هذه هي تجي وتحبس، تجي وتحبس. دونك انت ما تخليش تلقاهم خاوتي يعيشوا خمس شهور لي روا في الألمان ودارهم في البلاد عايشين ديروا، ومر من الخمس شهور هذيك تخلص الخدمة هو يولي عايش في الزنقة ودارهم كيما نقولوا حنايا ما يبعث لهم والو. دونك نسي نوفق بين هذه وهذه. والحاجة الأخيرة اللي راح نحكي عليها في الفيديو تاع اليوم، الصلاة خاوتي، الصلاة. بون هنايا أنا مانيش راجل دين ومانيش إنسان اللي كيما نقولوا اللي نفتي لك في الدين وشنو كاينة حاجة سقسي عليها شكون تحب، دير واش تحب في الأوروب، دير واش تحب في الأوروب. انا تعلمت حاجه قالها لي واحد الشيخ، قال لي بينك وبين ربي كاين حبال بزاف، حبل انك ما تسرقش، حبل انك ما تشربش، حبل انك ما كيما نقولوا ما ديرش حاجه اللي تغضب ربي، هذو ما حبال. انت كي تقطع حبل السرقه بينك وبين ربي، معناتها انت ربي قال لك ما تسرقش، انت سرقت قطعت هذاك الحبل وقطعت حبل تاع خمر وقطعت بقى بينك وبين ربي حبل اسمه الصلاه. هذيك الصلاه راك تصلي فيها ربي، ما نحبسش صلاتي. صلاه في الاوروب خاوتي والله العلي العظيم، غير تفرج على بزاف عباد وكيما نقولوا حنايا الصلاه تدوم الدوم، شغل لك تغلط وكي تبدا تصلي وحدك وحدك تعاود ترجع للطريق الصح. هذه هي خاوتي، حبيت برك نعطيكم هاد اللي كما نقولوا النصائح اللي لازمك، يعني بلا بهم راك راح تضيع في الاوروب. ونعاودها ونقولها ونعاودها، اخر حاجه هي كما نقولوا كل شيء تاع ربي. وشنو الواحد ما يجيش لهنايا ويدير هاد الصوالح كاع يتيك، سورتو خاوتي هاد الطريق تاع كما نقولوا حنايا سورتو السرقه. السرقه هي الحاجه الوحيده اللي تضيع لك حياتك في الاوروب. جميع واحد خاوتي هبطوه للبلاد كاين اللي يحكوا لا فيريتي يقول لك انايا كنت كافي كنت في لوروب نسرق وندير في المشاكل، وكاين اللي يجي يقول لك والله راه بطوني يا خو، وكشغل يجيب لك حكايه باش ما يحشب باش كشغل ما يستحي يحكي لك حكايته. هما لا بلوبار خاوتي اللي ما ينجحش في لوروب من السرقه بزاف ومن المشاكل ومن لا دروك خاوتي، سورتو السرقه، سورتو السرقه والمشاكل. هنايا في لوروب تدخل الحبس خطره زوج ثلاثه اكسبيلسي للبلاد. ان شاء الله نكونوا فدناكم في هذا لا فيديو خاوتي، نتلاقاو في فيديو جديد الا راك جديد في لاشان تاع مالك جرماني واول مره تشوفنا. ابوني وفعل زر الجرس باش يلحق غير جديد تاعنا ان شاء الله. تهلاو في روحكم بزاف بزاف، ونتلاقاو في فيديو جديد. مالك جرماني كان معاكم، السلام عليكم.